الإخصاب في النباتات الزهرية، عايزين نعرف فين البويضة. البويضة مكانها حسب مكان النقير. النقير عندي هنا، بقت الخلية البيضية هنا. النقير هنا، بقت الخلية البيضية هنا. احنا تعودنا في رسمة كتاب المدرسة او في كل الرسومات كانت دايما الخلية البيضية تبقى هنا، بس هنا مفيش نقير، يبقى الخلية البيضية مش هنا. المكان اللي فيه النقير هو المكان في الخلية البيضية، وهو ده المكان اللي هيدخل منه أنبوب اللقاح. طيب ودول ايه؟ دول الثلاث خلايا السمتية اللي عندي، وهنا برضو الثلاث خلايا السمتية. المكان اللي مفيهوش النقير في الخلايا السمتية.